السلام عليكم يا ابو هيثم، عندنا هاي السياره تطلع فقاعات وترجع مي على الدبه لكن ما تسحب، ترجع فتشي حيل بسيط جلاس. فهسه احنا من شفنا هاي الفقاعات والشك الاكبر والاول هو بالغاز جيت، لكن هي ما يبين بها اعراض هوايه لان يصير مروحتها كلتش فتكون دائما مشتغله. فهسه احنا المي اللي صاعد من عندها هنوخره على صفحه هو والمحقان، اكو سداده للمحقان فحتى من نرفع المحقان ما يوقع. على العموم نوخرها، نجيب جهاز مال فحص الغاز جيت اللي هو هذا، نجيب القبق تحويله مالته وهذا الترتيب مالته اللي هي هاي الماده الزرقاء من عندها، اذا يتغير لونها يعني معناها غاز جيت. هسه راح نشغل السياره وهي مشتغله، ما ادري تسمعون صوتها، ونبدي نضغط. فنلاحظ هنا انه ما جاي يجي وياها فتشي يعني من نضغطها خوش، بالعكس اصلا الماده بدت تنسحب وتنزل لي جوا. من الماده تنزل وتنسحب لي جوا معناها انه السياره المفروض سليمه وما بها غاز جيت. فهسه احنا جاي نحاول، هاي طبعا هنا هاي بالبدايه، هسه الفيديو حيل مسرع بحدود العشر دقائق وما تغير لون الماده ولا صار عليها اي شيء، بالعكس قاعد تنزل لي جوا وانسحبت وخلصت كليتها مثل ما جاي تشوفون هنا. فهذا هسه اللي يشوفه هيجي يقول ان السياره ما بيها شيء، لكن هي المشكله شنو؟ انه الحراره 86، وبالنسبه لهاي الماده انت ما تقدر تفحص السياره الا تكون حرارتها فوق ال 95، يعني اذا الحراره 80 ما ممكن يبين عندك او اعراض الغاز جيت. شاب شوف المروحه هنا شلون مشتغله. اجينا بدنا نفتح المروحه، وطبعا هنا ويا الفتح هم المروحه هاي انكسرت وتضررت وصارت الشغله طويله حيل. على العموم فتحنا المروحه، يصير اربع براغي ومربوطات هي ويا شو اسمه ويا الواتر بام، وهنا حاطين الاستدات مالتها، مو استدات بلادي ولا حاطين لها قفل، فخلعت وطقت هي الريشة مالتها، يعني هو الغلط من عندي. بس الحاصل هنا هسه شغلنا السيارة وبدون مروحة، واحنا جاي نراقب درجة الحرارة. فإذا تشوف هسه من المروحة ما مشتغلة وهي بعدها هم 80 تقريبا، شوف هسه دا يجي فقاعات بدون ما احنا ندوس اصلا حتى الضاغطة مالتها. فالمروحة من تكون مشتغلة ما راح يبين عندك اعراض بالغاز جيت، بينما المروحة من تكون طافية يبين عندك اذا وصلت الحرارة فوق ال 95، جوا ال 95 ما يبين لان لا الحديد او المحرك يصير بيه تمدد ولا المي يصير بيه تمدد. فنلاحظ هسه هنا شلون تبدي هاي الفقاعات هي تصعد لحالها. هنا قلنا له شوية يدوس لها بنزين حتى تسرع العملية تفض نخلصها بسرعة. اي فهنا طبعا الجهاز ما ظاهر قبالكم انتو، لكن الحرارة تقريبا بدت توصل 90، قلت لكم من توصل 90 يلا نقدر نفحص بهاي المادة. هسه احنا ليش هذا كل الفحص جاي نسويه؟ لان هي السيارة مجفتيها تقريبا قبل شهر، ويقول دا ترجع مي للدبة وما ترجع تسحبه، وبدل القبق ونفس الكلام. فمن يكون هاي الأعراض موجودة بمعنى يبقى عندنا الغاز جيت، هو مو الغاز جيت خربان لكن التقفيل مو صحيح. من يكون التقفيل مو صحيح راح يعطيك أعراض بالغاز جيت. فهسه هنا طبعا هذا التصوير الحالي لهاي المادة هو تصوير حي وما لا بسرعة ولا شيء. فاذا تلاحظون شويه اللون بدا شويه يتغير، لكن هسه احنا شلون عايفينه براحته، خلي هو يتغير حتى لا نضغط عليه ولا شيء. فانت بالبدايه لازم يكون انت اول شيء انت نظرتك للسياره وتسال صاحب السياره شنو الاعراض اللي بيها، شو مسوي ما مسوي، وعلى هذا تبدي انت تشتغل. فهسه هنا اللون بدا يتغير بصوره اكبر، ما ادري اذا جاي يكون واضح بالنسبه لكم، لكن احنا راح ننتظره الى ان يتغير اللون بحيث يصير ما بي اي مجال للشك.
وطبعا هيجي كمية من الليك أو التسرب البسيط هذا ما يطلع من تضربها هواء، لأن المحرك يوصل الضغط مالته تقريبا 170 بي اس اي، بينما كومبريسرات الهواء اللي نضغطها للمحرك توصل بحدود 100 أو 120، فلذلك ما راح نقدر نوصل الضغط عالي. هسه اللون تغير رسميا، أما إذا أنت بعدك ما مقتنع بتغير اللون فراح ننتظر أكثر إلى أن يتبدل. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في أمان الله. وهذا توضيح يعني الفرق اللون بين بداية الفحص ونهاية الفحص. خاف واحد شوية، مو التغير يصير شوية شوية، في العين ما تلقط رأسا.